تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مبدعون، برنامج المبدعين الشباب. في هذه الحلقة راح نتعرف على رسام وشاب يحمل كل صفات الفنان محمد الجنابي، مبدع ورسام من مدينة البوصل. تابعونا حتى نتعرف على حكايته. أنا محمد عبد النعم عثمان الجنابي، من مواليد الموصل سنة 1996، طالب في جامعة الموصل كلية العلوم قسم طاقات جديدة ومتجددة مرحلة أولى. حقيقة أملك عدة هوايات، أو أولها الرسم، وأجيد العزف وكذلك الغناء. عشت حياتي كحياة أي طفل، وكان الدافع والحافز الكبير من أمي المتوفية. حاولت أنمي موهبتي بعد تحررنا من داعش، شاركت بعدة جداريات كانت ذات صدى قوي، لقينا فيها إقبال من الناس. حاولنا نغير من الدمار اللي صار بمدينتنا بألواننا وأفكارنا المتجددة لإعمار الموصل واسترجاعها كما كانت. أحلامي وطموحاتي أبنيها على أن أكون فنان يخدم الموصل بهذه الموهبة. نرحب بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وراح نبدأ الحوار مع مبدعنا محمد الجنابي. طبعا محمد هو رسام وحاب يوصل رسالته من خلال فنه وألوانه. عنده حكاية كلش حلوة راح نستمعها سوا مع محمد. نرحب بك محمد. أهلا وسهلا. طبعا أنا جدا سعيد باستضافتي في الحلقة هذه القيمة لبرنامج مبدعون. أهلا وسهلا بك. طبعا احنا للأسعد صراحة، وأنا متشوق لي أنت. طبعا كثير انا كنا اشتغلنا انا وانت قبل بالجداريات، عملنا معارض حلوه، وانا كنت شاهد يعني على نشاطاتك هذه وعلى اللوحات. يعني انا احييك على الروح والدافع والامل اللي بداخلك اللي حبيت توصله من خلال فنك. محمد، ايش كانت يعني بدايه هوايتك؟ يعني ما عدا البدايات اللي كنت تعيشها قبل الرسم، اريد اركز معك على نقطه. النقطه هي الهوايه، كيف طورتها؟ من اللي شجعك؟ ايش كانت بداياتك؟ تفضل. امي كانت الدافع الكبير في تنميه الموهبه لدي. قدرت يعني ارسم رسمات يعني كرتونيه او كاريكاتير. بداياتك يعني كنت ترسم افلام كرتون؟ نعم، في المرحله الابتدائيه. رسومات بسيطه؟ نعم. زين، اي مرحله هذه؟ مرحله ابتدائيه. ابتدائيه؟ اي نعم. طيب، وبعدين استمريت وتوقفت؟ اكيد استمريت إلى مرحلة متوسطة. نعم. وصادفتني وفاة أمي، أثر علي كثير. الله يرحمه. يرحم أمواتك. فيعني انشغلت أمور غير الرسم وابتعدت عن هاي الموهبة. طيب، أشنو اللي خلاك يعني خلى الأمل بك يتجدد بحيث رجعت تمارس الرسم من جديد؟ ليش؟ الأمل والدافع اللي خلاني أمارس موهبتي هو الدمار اللي صار بمدينتنا، اللي كان اللي يعني أدى إلى المدينة، أدى خراب يعني. نعم نعم. صعب، إحنا كلتنا عشنا صعوبات، عشنا مآسي. بس إحنا ليش ضال البرنامج غير ركز؟ غير ركز على كل شاب عندنا له طموحات، هو اللي على أمل هو اللي يبني هاي المدينة. أكيد. فيا محمد، أنت قدمته كثير صراحة. طيب، ما قبل ما نبدي معك بالنشاطات اللي بديتها بعد الحرب، خلينا نقول
خلينا نرجع ما قبل الحرب او في سطر داعش، يعني معاناتك كيف كنت تشوف نفسك بذاك الوقت؟ انشغلت بكثير امور يعني ما قدرت امارس مهنتي ولا حتى دراستي. مثل ايش امور يعني؟ كل العوائل كانت محتاجه الى يعني ماده، كنت فانشغلت نعم. عانت اهلي، اشتغلت بمعمل مال خياطه، حاولت يعني اكرس موهبه الرسم او ما شابه هذا الفن، فصال قدرت افصل يعني اشتغل بامور تصميمات اشتغل من خياطه يعني ما اي نعم يعني تنزيل موديلات على صدر الشاديش او النعالك اللي قلنا كنا خير. يعني كنت اشتغل نعم. ما ظليت قاعد يعني تنتظر الفرصه. لا احسنت. طبعا محمد اريد قبل انتقل معاك لنشاطاتك اللي بعد التحرير، اعطيني اول موقف صار معاك خلاك تتشجع وتدخل في هذا المجال بقوه، مجال التشكيلي بعد التحرير. بعد التحرير الحافز اللي اهلني لهالدافع هذا هو مشاهدتي يعني النشاطات اللي كانوا يسووها الشباب. نعم. الحملات اللي صارت خلوها اجمل وغيرها وغيرها، فحبيت اغير من هالخراب هذا على الجدران اللي يعني حاول توظف موهبتك. نعم. في سبيل انه تعمر مدينتك. نعم. طيب يعني انت تريد مثلا ترسم لوحه بها رساله، أكيد. لو تريد ترسم شيء على الجدار، لو شيء اخر فكره ببالك، تغيير الدمار مو تغيير شيء. نعم. زي اول نشاط عملته تطوعي؟ خير اول نشاط تطوعي كان مع فريق مبدعون الكائن على جداريه النفق. اشتغلنا انا وانت. نعم. واشتغلنا انا وانت وعدنا من الزملاء، جسد جامع النبي يونس ومنارة الحدباء والحضار وجامع نوري وكذلك باب الرئاسة جامعة الموصل والثور المجنح. كان عمل ايش كان الناس ممتع يعني شوفوا يعني ايش كانوا طباعهم لقينا العمل. لاقينا اقبال كبير وابتهاج من قبل الناس المارة يعني وتفاعلهم ويانا والله يقويكم وبارك الله بكم ومن هالقبيل. طيب العمل كان متعب صراحة، هاي أكيد. البداية كانت شوي متعبة. مثلا جداريات ترسم على الشارع وعمل تطوعي في سبيل أن توظف موهبتك لخدمة بلدك، هذا العمل نوعا ما كان شوي صعوبة، ولكن أريد أسألك أنت بترجع على البيت بعد هذا التعب، إيش كان شعورك بالضبط؟ أنت ممكن عملت شيء يعني لو أكيد حققت إنجاز عظيم يعني كنت أحلم به صراحة قبل التحرير. كنت أحلم أسوي شيء لمدينتي. أغير الخراب اللي صار. كنت شعور بالسعادة؟ أكيد طبعا. ليش؟ هو اللي سويت شيء قدمت شيء لمدينتي. طيب والنشاطات اللي توالت بعدها اشني كانت؟ توالت بعدها ضمن الرسم يعني؟ نعم نعم. جدارية عنوانها على هذه الأرض ما يستحق الحياة كانت بالجهة اليمنى لنفق الجامعة. جميل. حاولنا نضيف يعني بصمة جيدة و هاي جدارية اللغة تقصد؟ اي نعم. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نعم. محمود درويش. نعم. هاي يعني أريد توصف لي شو كان شعورك رغم أنه الشغل يعني كنتوا أيضا كنتوا اشتركتوا معك. بلي. طبعا احنا كفريق كنا اشتغلنا بذاك الوقت، كان تعاون، روح التعاون روح المحبة حلوة. والأجمل أنه أشنو كلتنا رسامين، كلتنا غايتنا وحدة صراحة. أكيد. لذلك أنا لما كنت يعني من التعب صراحة بذاك اليوم أنا يعني نمت على راسي في الشكل واتكيت على الحال. أتذكر. كنت أغيد بس انتظر بشغف أنه يكون العمل رائع. يكون العمل صحيح لاقي ثمن. ولكن أكو أغيد شيء عظيم الجداريات، بس قل لي على المهرجانات. المهرجانات الجدارية الأولى اللي ذكرتها قبل قليل. هذه الجدارية. كانت طيب. كانت بداية أو خلفية لمهرجان يوم السلام العالمي اللي كان في ملعب جامعة الموصل، وكان مهرجان يعني جدا ممتع شاركنا به برسم مباشر على المنصة الاحتفال. إيش نوع كان مشاركتك؟ كانت مشاركتي تقتصر على لوحة نقلت بها معاناة الموصل من التيتم اللي صار، وكذلك اللوحة اختصت بورما معاناتها اللي جميل مرينا بها. زين اكو فقرة اللي ما ذكرتها راح اذكرك. صحيح. الشهادات اللي عملناها بلي مال اطفال بلي
بدي احكي لي عنها يا اخوي. شاركت ايش نقطه حلوه يعني هاي مميز مهرجان انه كان فريقه بجعون كان هو نشاطاته اللي ميزته عن بقيه كل المشاركين. تمام احكي عن الاطفال اللي كانوا شجعناهم يعني كان الهادي نافذ صدى قوي يعني الصراحه شفنا البهجه بوجوه الاطفال والضحكه يعني رسمت على وجوههم وشاركتني زميلتي اكثر من زميله و طيب اطفال يعني انتم شوف ما رسمت على وجوههم وانما اعطيتهم انا شفتوا هذا الشيء وانا يعني كنت معاكم المشاهدات ليش طعينا مشاهدات ليش شهادات تقديريه كطفل كان هو شهاده تقديريه نعم طيب الادوات يعني قدمنا لهم ادوات قدمنا لهم انت ألوان. انت اللي كنت ايضا من ضمن المبادرين تمام فاحكي لي انا انت شفت الاطفال وكنت متفاعل معهم اكيد ايش كان رايك الاطفال من مسكوا الاقلام وقاعدين يرسمون وما يحتم الشهادات وبوقت احكي لي عن هاي الموهبه حبينا نشجع وننمي الموهبه المطموره بداخلهم عسى ولعل نقتبس من احد هؤلاء الاطفال موهبه تمام نضمها للرسم وننميها وانا بقيت بهذاك اليوم نص ساعه تقريبا اذا ما اكثر ارسم على وجوه الاطفال يعني حسيت بالفرحه اللي بداخلهم في اكو يعني المهرجان هذا السلام ما الاول ولا كان الاخير اكيد اكيد شاركنا بمهرجان ثاني كان عنوانه لولا دماغكم ما انتصرنا طبعا انت كنت غايب كنت مسافر في رحله فنيه انا اريدك شوف اريد يا محمد اريد اعرف محمد ايش عمل اريد اعرف محمد عنده اجازات كثيره ما بس انا اريد كل هالمواصل اللي استعيه ان شاء الله يعرفون على محمد اكثر واكثر تمام طيب غير المهرجانات غير المشاركات انت هسه عاد تدرس وعاد تشارك عاد تقدم لوحات يعني هذا لاقي صعوبه كثير كبيره يعني رسمت حاولت اعيد احياء المكتبه المركزيه المهدومه بسبب داعش جسدتها بلوحه يعني حاولت ارسمها بالواني رساله للمعنيين يعيدوها بمادتهم عظيم طيب احنا فقرتنا لحد اللحظه انتهت راح بدي فقره جديده ان شاء الله مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونرجع لكم بمدينه الموصل شنو شعورك والله حبيبي شعور جيد جدا لان فتره داعش دمرت الموصل وهم يرجعون الحياه الى الموصل والشباب اذا يشوفون يصيرون دفعه معنويه لهم فالرسم الحياه ترجع للموصل اهم شيء بالموصل لأن يعني هواي تعبت ودمرت وانظلمت نحب نقول لهم أول شغلة أبطال ونشكرهم أنه يرجعون الحياة الطبيعية للموصل لمدينة الموصل ونشكرهم على جهدهم لأنه يتعبوه بسبب ظروف قاسية مرت على أهالي الموصل ونشكرهم على إبداعهم الذي ينشروه في مدينة الموصل من حيث الرسوم من حيث المهرجانات للأطفال وللكبار يعني نشكرهم وجزيل الشكر لهم يعني أكو يعني شلون نقول هسه أكو أطفال من مدينة القديمة وأكو يعني هاي الشباب رجعت لهم الحياة يعني شلون نقول بالامل ورجعوا لهم يعني كثير يعني معنويات حلوه لهم وزرعوا لهم بسمه حلوه يعني الاطفال بعد المرور الوقت اللي مروا به الاطفال الموجوده الظروف اللي مرت بهاي الموصل هذول الشباب رجعوا يعني حيل رجعوا لهم طاقات ورجعوا لهم بسمه حلوه على وجوههم ونشكرهم لهذول الشباب ويكونون هذول تاريخ شباب الموصل عودة جديدة مشاهدينا لنكمل مع المبدع محمد الجنابي صديقي محمد لك كثير من الأحلام وطموحات لك عندك خطة مستقبلية بس قبل ما أسألك عن خطة مستقبلية حكي لي عن أحلامك وطموحاتك في الصغر والله كنت أطمح أني أكون رسام مشهور مميز عن الكل هذا اختصر حلمي هالموضوع هذا وانت انطلقت انطلاقه قويه من خلال جداريات من خلال مشاركات طيب الشهادات اللي حصلتها حصلت على شهاده مشاركتي بمهرجان يوم السلام العالمي
من بلدية الموصل. نعم حبة، وشاركت قبل شهر تقريبا الدورة كانت قسم النشاطات الفنية في جامعة الموصل، دورة تعليم الرسم على تحت إشراف زيد فاتن وأستاذ عماد الشريفي وأستاذ أحمد عثمان. طبعا كانت دورة يعني استفدت منها كثير، انطتني أساسيات ما كنت أعرفها، عشان صراحة أنا ما درست ولا أخذت أي دورة أو أي فيديو تعليمي على اليوتيوب، وطلعت بهال اللوحة اللي شاركتها نتاج هذا. طيب احكي لي عن اللوحة هاي، ايش ترمز؟ لو تحكي لي عنها يعني عجبتني انا صراحة الوانها. اشكرك. اللوحة يعني الرماد والجزء المعتم او السواد باسفل اللوحة يوحينا الى الدمار اللي خلفه داعش. تمام. نعم. وهاي اللوحة ايش نوع الصورة؟ اللوحة الحياة المؤطرة الجديدة بألوان زاهية، وانطلاقة الفتاة الى مستقبل زاهر جديد. جميل، هذا حلو حلو رمزيتك صراحة، يعني هسه عندك الأسود والأبيض والرمادي للرماد. نعم. طيب اللون الزاهي هذا أو البنفسجي خلينا نقول يرمز أولا للبرودة، ويرمز يعني لجمال الحياة، هو يعتبر روح، يعتبر أمل. هذا والفتاة هي اصلا هي من يعني خلينا نقول مثلا جمال، ترمز للجمال، ترمز للزهرة الأنيقة المتناسقة. والطريق هذا شنو الطريق؟ هذا هو طريقها من الى الحياة، الحياة الجديدة، الى حياة جديدة مؤطرة بالوان زاهية، والسماء والخضار. نعم. وهذا النبات كلته. نعم. الخضار يعطي اللون الاخضر، شوف الازرق امل. نعم. لانه أو يكون حياة، لأن الماء أيضاً سر الحياة. الأخضر هو هم يعطي أمل، حياة. ليش؟ لأن إحنا الخضار يرمز للنبات اللي هو يعطي تكون مصدر غذاء للإنسان والجمال أيضاً. يحييك الله وعاشت إيدك، وطبعاً اسمك هم حلو أحمد الجنابي. أي والله. طيب طيب الأفكار اللي توالت عندك كيف تحاول توصل فكرتك إنه يعني أفكارك اللي تناولتها من خلال الأعمال الفنية، إيش ضمنت أكثر؟ دائما أطمح إني أكون مميز عن أقراني، خصوصا الرسامين، يعني ابتكار شيء جديد. أحسنت. امتزاج قديم بحديث، وصل بيناتهم كالأنواع الفن، يعني كالمانديلا، الدودل، كذلك الرسم السريالي والكلاسيكي والرمزي والواقعي، فأحاول أمزج بين هذه الألوان بلوحة، وإن شاء الله أني يعني إما أكثر لون من الألوان تحبه؟ اللون الأسود. شوف شخصيتك كبيرة. الأسود. أسود؟ نعم. قوي، تعرف الأسود هذا يرمز للظلام، يرمز للظلم، ها يرمز هذا اللون الاسود للحزن، للاكتئاب مره، بس ما يعني ايضا يعتبر لون من الالوان البارده، لانه يرمز لليل. صح ولا ما صحيح؟ طيب غير الاسود؟ الاحمر. الاحمر هذا يعتبر ايضا من الالوان الحاره، يرمز برتقالي. يرمز يعني للنار. نعم. للدمار، خراب، حرب. ايه صحيح، هو حلو لكن جماليا حلو، بس برمزيات لان الوان اللغه. نعم. برتقالي ايضا. نعم. انت الظاهر تحب الالوان الحاره. نعم. اميل للون البيوت الطينيه البدوي. الروح البدويه اكثر. اوكي، الاوكرات. نعم. الاوكرات. طيب محمد، يعني انت اريد احكي لي عن خطتك المستقبلية، عندك مشروع مثلا؟ والله مشروعي أنا يقتصر علي المادة صراحة، محدود كلش. طيب أريدك تقدم فكرة. إضافة إلى المادة دراستي أحاول معوقات، يعني تعتبرها هذه؟ أي نعم. حقا ما حكينا عن معوقات، قل معوقاتك اللي مرت بيك، يعني أنا أريد أرجع معك خططك المستقبلية، بس قبل المعوقات مريت بيها ركز لي عليها شوية، وكيف تغلبت عليها؟ والله هي قلت لك استلبت الدافع القوي اللي كان يدعمني، ووفاة والدتي
يعني حياتي انقلبت 180 درجة، بس حاولت أتأقلم مع الموضوع، يعني كفيت بدراستي ووصلت إلى مستوى لا بأس به، وصادفتنا دخول داعش للموصل والدمار اللي صار وبعد التحرير، فحاولت أستجمع قواي و أنا متأكد أطلع ب... شوف إحنا اليوم جيدة. يا محمد فخورين بك صراحة. طيب تخيل لو أنه الله يرحمها الوالدة، يعني الله يرحمها، لو هي متأكد هي فخورة بك اليوم. الحمد لله وشكرا. إيش راح يكون رأيك لو هي مثلا، لو تخيل هي موجودة على تشوفك، إيش راح يكون، إيش تحب تقلها؟ طبعا لا ما أنسى، ما أنسى دعم والدي وزوجة والدي وأهلي جميعا بوصولي لهالمستوى هذا من الفن، والحمد لله والشكر. الله يا محمد تعرف ايش قد تلك معزة بداخلي صراحة. الله انا ما اول مرة انا اقف نقف ما اوقف في لنا اكيد كوي ما اشتغلنا سوا بالجدارية، ما شاركنا سوا، انا احبك كثير صراحة، يعني انت انسان محبوب. اشكرك. عندي وعند كل من عرفك. الحمد لله والشكر. لذلك انا على يقين بانه انت راح تعمل شيء في المستقبل ان شاء الله. محمد طبعا انت كشاب مصلاوي وعراقي خلينا نقول ابن الموصل بصوره خاصه، هذا الشيء اضاف الى ابداعك اكيد. كيف؟ اولا انا انتمي لمدينه عريقه ذات حضاره واسعه وقويه، وصراحه احب رسالتي هي انه المعالم اللي انهدمت بسبب داعش ودمارهم احب اعيدها، اعيد احيائها بلوحه. جميل. تمام. وبلشت اول لوحه لي كانت اعاده احياء المكتبه المركزيه، وان شاء الله انتقل الى مناره الحدباء والى نبي يونس. افكار عندك انت. نعم. انا غير كلت اشوفها بلوحه. نعم. وان شاء الله اتمنى يعني تطور ايضا اكثر واكثر بهذا المجال ان شاء الله. طيب استاذي العزيز، اكو نقطه اخرى اريد اوصل لك اياها. الشباب اليوم تعتقد أن أخذوا حظهم الكافي من الاهتمام والدعم بالموصل؟ للأسف لا. ماكو دعم، ماكو أي حافز أو أي مؤهل أو أي حضن يحتوي المواهب المطمورة بشباب الموصل صراحة. يعني شاركنا بعدة مهرجانات ما لقينا أي إقبال سوى الإعلام. طيب أما الجهة من جهات رسمية خلي نقول أو منظمة أو فتش أشخاص معين تحب تناشدهم في سبيل يطورون مواهب الشباب؟ والله أي جهة معنية يعني لها عندها كفاءة وعندها مادة تسخرها للفنانين عسى ولعل إنه تدعم هالقدرات هذه. أعطيني درجة تفاؤلك، أعطيني درجة يعني تيقنك بالشباب اليوم كيف راح يكون بالمستقبل، كيف راح تكون مدينة الموصل على أيادي الشباب اليوم في المستقبل؟ والله شفنا حملات واسعة يعني الإعانة للموصل، كذلك الإحياء الدمار لتنظيف المدينة، وكذلك الرسامين اللي اختصر شغلهم على الجداريات، ويعني ما شاء الله يعني شباب الموصل في هذا الوقت لقى فرصة كثير قوية إنه يوضع بصمته في هذا بصمته. طيب احكي لي عن دور الشباب المبدعين الفنانين الموسيقيين الرسامين الخطاطين، هذول كلهم أهل الإبداع، أهل الحكايات خلينا نقول. احكي لي عن دورهم في تنمية الثقافة والفن في داخل مدينة الموصل. طبعا بعد التحرير لاحظنا زمرة من الشباب الرسامين العازفين الخطاطين، اي شاب يمتلك موهبة دخل بمجموعة من المجاميع اللي صارت في الموصل وبرز. جميل. يعني لاحظنا احياء الفن بالموصل، يعني ظهرت جروب أوتار نرجال عازفين، وكذلك ظهر فريق مبدعون وفريق لمسة عراقية وكثير من الفرق اللي الفنية عملوا بصمة. نعم. فنية.
طيب هاي النشاطات برايك تعتقد ممكن انه ترفع من المستوى الثقافي والفني والوعي داخل مجتمع مدينه الموصل بعد الحرب؟ نحن نسعى انه ترفع ممكن يعني لها تاثير. اكيد طبعا. محمد طبعا بقى اخر سؤال. نعم. رسالتك الاخيره تحب توصلها للمشاهدين الشباب، ايش تحب تقلهم؟ والله رسالتي مؤطره بان نكون نحن الفنانين اللي ظهرنا بهالحقبة هذه دافع ووسيلة للشباب اللي عاد تشوفنا وعاد تطلع على الإنجاز اللي حققناه، تكون لهم دافع إنه ما يقلدونا وإنما مهارة، إنما مو المهارة اللي بداخلهم في سبيل إنه يرتقون أولاً ويتميزون بفنهم، ثانياً وهو الأهم إنه إعادة مدينة الموصل كما كانت أفضل إن شاء الله إلى أفضل وأفضل إن شاء الله. نشكرك طبعاً يا محمد. مشاهدينا وانتهى لقاؤنا مع مبدع محمد الجنابي، انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج مبدعون ورمضان كريم، إلى اللقاء.